مباراة صعبة كنا عارفينها، وهذه آخر مباراة في مرحلة الذهاب، عارفين بلي فريق المدية يتقن كرة جيدة مع المدرب بوجعران اللي هو زميل وكان معنا هنا كمدرب سعيدة، وكنت معاه يعني مساعد، يعني نكن له كل الاحترام مع الفريق تاعه، قدم يعني مباراة في المستوى، ولكن الفريق تاعنا كان عازم باش يحصل على النقاط بالإرادة وبالانضباط التكتيكي اللي كنا به. الحمد لله بالعمل المتبرع لاعبين هادو يا شبان حطوا راسهم قعدوا يخدموا، اليوم عندنا 19 نقطه، اليوم عندنا راسي تكون قادرين نحصلوا اكثر، على الاقل نفوتوا لو سوي تاع 20 بوان 21 22 بوان كانت يعني في الامكان، ما يخفرش ضيعنا عده مباراه عده نقاط فوق ميداننا، ثلاث هزائم فوق ميداننا وتعادلين. رانا لي جوار وحدنا، لي جوار وحدنا وستاف ما كانش اللي راه يجي معنا، رانا اونترينو بكات بانو ايكيف ديفيزيون 2 سعيده، اسم كبير التاريخ تاعها اللي كبير بزاف، رانا نشوفوا فيه الناس ما تستاهلش باش ما تكونش على العريضه هذه تاع هذا الفريق. المهم نطلبوا من السيد الوالي يشوف لنا في هذا الفريق في اقرب وقت ويجيب الناس اللي تستاهل.